قدر مؤلفه محمد بن عقوب والتبحر في علم الحديث، إلا إن علماء الشيعة لم يدعوا يوما بأن ما جمعه كله صحيح، بل هناك من علماء من طرح أكثر من نصه وقال بعدم صحيح. هذا يتكلم عن إيش؟ ممكن عن هنا يتكلم عن كتاب الكات ككل، وهناك يتكلم عن الأصول. وين تكلمت عن الأصول؟ عن الأصول في ثم اهتديت. تتكلم عن أصول الكافي. أصبر شوي. لا لا ورين في ثم اهتديت مش في كتاب. أصبر شوي. أصبر شوي. قال فاسألوا أهل الذكر كتابك، فاسألوا أهل الذكر أين كتاب الله لهم. هذا كتابك فاسألوا أهل الذكر صفحة 37 أربعة. ثم اهتديت تولى في الصورة. طيب أخطأنا. أخطأنا. أخطأنا في القرآن. هذا كتاب أقرأه بصوت حتى يسمع الناس. أقرأه. نعم. أقرأه. ومثلا أن أعظم كتاب عندهم وهو أصول الكافي. ها؟ أكمل. يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. انتهى شكرا. لا مو انتهى شكرا. أنا لما تكلمت. تشرح تعلل لا تعلل. لا أعلل. إذا جاء دورك علل. خلاص أجيب الدعاء. طيب معلش نعلل. أنا عندي. إذا جاء دورك. أيه. طيب. إذا هنا الآن يقول عن أصول الكافي إن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. وهو الأصول. أيوه. وهو 3800. قلنا أقل الجمع 3 وليكن أقل الجمع 2. ولكن أقل الجمع 2. إذا كان هذا كتابهم أصح كتاب عندهم، وقال عن الكتاب الكافي ككل وهو 16000 آية أو 16000 حديث عفوا، ذكر عنه أن نصفه ضعفه العلم، وهذا صحيح. المجلسي ضعف 9000 من أحاديث الكافي. فإذا المجلسي عن قراءات العقول ضعف 9000 من 16000. هذا اللي قلته أنا. لا أنت قلت عن الأصول. لا أنت تتكلم عن الأصول. أنت تتكلم عن الأصول. إذا قلت لا تدري ما قلت خطأ أصول. دكتور راس قاطع. يعلم الأخطاء كثيرة. علماء الشيعة أولى مني بهذا. أنا راس قاطع. تقول فيها يعني ماذا تريد أن تصل؟ الذي أريد أن أصل أن الشيعة مجمعون، وأنا مسؤول عن كلمتي، الشيعة مجمعون على أن الكافي أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب عندهم، ولم يؤلف الإمامية كتابا مثله. طيب، بل يرون أن لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازي أو يداني، وهذا بإجماعهم، ولا أظن أن الشيخين يخالفان. ممكن أكمل. أنا لا أقول صحيح، أقول أصح كتاب عندكم. أقول إذا كان أصح كتاب عندهم، إذا كان أصح كتاب عندهم بهذه المنزلة 9000 من 16000 حديث ضعيفة، 3 أضعاف. أصبر يا حبيبي، أصبر. 3 أضعاف الأصول الذي هو عمدتهم في العقيدة، 3 أضعافه مكذوب غير الضعيف. فكم يقول لا لا تقاطع الأخ المتشائم. إذا رد قوله. لا أنت رد قوله. أنا أرد. لا 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 دقيقة واحدة. أوكي لا 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 أقول للشيعة أجمعي من أين تأخذون دينكم؟ كتاب الله عندكم ليس بحجة إلا بالقيم، والقيم إنما يعرف قوله من خلال النصوص، والنصوص أصح كتاب عندكم الكافي، والكافي 3/4 أصوله كذب. كذب بقول التجان ليس قولك أنت. لا 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 رد قوله. رد قوله. طيب 3/4 في كذب. ولذلك الحافظ الجاني هنا لما ذكر حديث ابحث عن دينك حتى يقال انك مجنون، قال ما قلت في البخاري، انظر ماذا قال. صحيح البخاري جزء 3/115. قال وما قال؟ اي موجود هذا الحديث، يعني هو في مشكله حديث غير موجود في البخاري. هذا كذب، ليس في البخاري، وهو قال ما قلت في البخاري، انا موجود في البخاري، هذا كتابك ثم اهتديت. قلت انه اسمح لي اسمح لي. لا 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 ضاعت الحلقة في نقاط التجاني. انتم قلتم انا جئت اناقش التجاني. انا انتم قلتم لا تشط به. قبل شوية تشط به. قبل شوية. طيب اوكي. لا 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 لا
أعطيني لحظة بس خير. ممكن لحظة لحظة الآن انتهى وقتك. أنا في المال لم أعطيك وقت أكثر عشان نبقى بخمس لحظة. الوحيد الذي تجاوز وقته نعم هو الدكتور عبد الحميد وحسبنا له ذلك حتى لأنه بعد واحد أوريدي فاكس قال لي أنت الآن تحابي طرف لا ما تحابي الآن الكلمة ستكون للدكتور التجاني. أيوه لأن أول شيء مذكور في الحديث. ثانيا احنا قلنا اتفقنا على الشيعي السني. طيب ثالثا أريد أن أقول ربما يسألني الناس الذين يتابعوننا يقولون لي الموضوع الليلة هو التقية. أيوه فما بالك ستتحدثون في هذا. التأويل الوحيد المنطقي الذي نجيد بهذا القول هو أن توضيح الأمر في الأصول والمراجع الرئيسية يعيننا في مناقشة أي موضوع. فتفضل مع ربط موضوع المراجع. كم عندي وقت؟ خمس دقائق. لأن يعيننا خمس دقائق أحسن خمس عشان نتكلموا بأحسن من البارح. البارح كنا نستنى نص ساعة عشان يجيك الدور. طيب تفضل. تكملة تكملة بسؤال لا تحسن الجواب شوف لي الوقت بالضبط يا سي شوف الوقت. أنا الآن عندي 11.9 دقائق فاصل 30 ثانية. إضافة إلى ما قدمته منذ قليل أقول ردا على البلوشي طبعا أن التقية لا في موضوع التقية أنها لا تستعمل إلا مع الكفار. أبي هريرة يشهد على نفسه بأنه استعمل التقية في حديثه علمني حبيبي رسول الله جرابين من العلم أما جراب فبثته في الناس وأما جراب لو قلته لقطع مني هذا البلعوم أخرجه البخاري. عبد الله بن عمر استعمل التقية إلى أبعد الحدود في زمن الحجاج حتى قال صلوا وراء كل بر وفاجر. أبو الدرداء الذي أمره معاوية أن يسب علي أن يلعن علي على المنبر فقال أعفني فقال لا أعفيك فصعد على المنبر وقال يا أيها الناس إن معاوية أمرني أن ألعن علي اللهم فلعنه ونزل فقال له معاوية من لعنت؟ قال قلت لك أعفني فلم تعفني. والتقية معروفة عند كل الصحابة. مصدر قال فيش مصدر مصدر حكيت ال. أما كالعادة ينقل لا ينقل. لا لا ننقل المصادر بس ما. توجيب لك المصادر جيب لك المصادر. ليش دارون أعطيك مصادر؟ أصبر عليه. يأمر. معاوية يأمر بسبب علي. واحد الكلام. واحد في صحيح. واحد الكلام. وهنا أرى أن الموضوع أنت على التقية لا يتطلب حصتين من هذا. التقية مفهومة عند المسلمين هو يعترف بها أنها الله نزلها رخصة ومرة يقول ضد الكفار ومرة يقول الشيعة يستعملوا فيها 90% مع مع السنة. هل ممكن ضمن وقتك توضح للناس؟ نعم. لحظة. هل ممكن ضمن وقتك توضح للناس كيف تمارس التقية في العصر الحاضر عند الشيعة يعني كيف تمارس؟ في أي وجوه؟ شوف. أنا أريد أن أتكلم للناس للمشاهدين أن الشيعة كانوا على مر التاريخ مضطهدين من قبل السلطة الحاكمة من بني أمية إلى بني العباس على مر التاريخ. إذا كان إمامهم علي بن أبي طالب يلعن على المنابر